مساء الخير وتحيه لكل مشاهدي الان تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقه جديده من برنامج انت ادى مثل العاده اكيد بتكون مليئه بالربح والحماس، ونحن بانتظار على الاكيد اتصالاتكم على رقم التليفون 00961464. من مختلف الدول العربيه فيكم اكيد تتواصلوا معنا عبر تويتر وانستغرام، لانه يوميا مثل العاده بختام حلقتنا عم بوضع معلومات عن ضيفه حلقة بكرة. وضيفتنا مثل ما قلت لكم غنيتها كتير حلوة، هي من عائلة فنية عريقة وصوتها حلو، وعم بتشاهدوها مؤخرا عبر شاشة الام تي في طيلة شهر رمضان المبارك بمسلسل 10 عبيد صغار. من يا ترى هي؟ الاحتمالات صاروا عندكم على 10-23 فيكم اكيد تصوتوا، ومن مختلف الدول العربية ابو مرأة كروز والاورينت كوين راح بتكون بانتظاركم اذا كنتوا قد الاحتمالات وعرفتوا تصوتوا. على الار 1 لبريجي تياغي، على الار 2 شكرا مرتجى، على الار 3 سوزان نجم الدين، وعلى الار 4 نسرين طافش. ومثل العادة اكيد بحالات انت قد ما تنسوا فيكن تتصلوا فينا، وإذا نقيت الضيفة رقم وجابت لعبة يلا سيبا ننتقل تلقائيا عند زميلتي جينيفر بالموبيلي توب، واليوم في عنا $1000 جديدة مع جينيفر. جيني مساء الخير. هاي محمد، رمضان كريم يا جيني. الله أكرم. أنا مبسوط اليوم إنه معك $1000، امبارح كان في رابح، اليوم بدك تكون رابحة معنا أو شو؟ أكيد إن شاء الله بإذن الله. خبريني أنا اليوم ست كمان جديد كتير حلو مهضوم، هلا رح نرجع نشوفه. وعلى المشاهد يجمع 4 غراض مجموعهم $2000 ليربح $1000 تقديمة موبيلي توب. إن شاء الله اليوم بيكون في عنا رابح في أنت أدب يلا سيبا مع زميلتي جينيفر يلي بنلتقيها بسياق الحلقة. أما أنتم مشاهدينا، بداية قبل ما ننتقل لفقرة درجة درجة بدي لكم شغلة. أنا إنسان بحب الحياة، بحب الحماس، بحب الاندفاع، هو أساسية عندي بحياتي حتى كمقدم برامج، يعني إلى جانب محمد قيس مقدم البرامج. إذا نحن اليوم بهيدا البرنامج عم نطلع تقريبا 40 دقيقة على الهواء، بعرف أمرار منستعجل شوي أو منسرع شوي الريتم أو نمط البرنامج لحتى نتلقى أكبر عدد من المتصلين ومن المشاركين، لأنه هذا شهر فضيل ما فينا نكون قد إلا إذا ربحنا الكتار. بوعدكم اليوم بالرايح على رواق، درجة درجة رح نبلشها ومن بعدها نستقبل ضيفتنا. درجة درجة تحية لكل طاقم عمل انت أدى يلي أكيد عم بيسهر يوميا لحتى يقدم هالبرنامج بشكل حلو. والبداية مثل العادة رح بتكون حماسية، رقم التليفون صرتوا بتعرفوه. مين معنا أول متصل أم متصلة؟ ألو ألو بونسوار. بونسوار، مين معي؟ يلا يلا، مو عم تحكينا؟ بيروت. ينعاد عليك. وعليكي، رمضان كريم علينا وعلى الجميع. من وين؟ من بيروت. من الأشرفية. من الأشرفية، تحيتنا لأهل الأشرفية. وطيلي صوت تلفزيون لو سمحتي، وانت قدى ونقي لنا درجة يلا معك من الواحد. درجتين ولا ثلاثة أسهل؟ أي سؤال أسهل؟ ليكي بلشي باثنين، باثنين يلا منيحة. اثنين اثنين يلا. درجة رقم اثنين، منضوي درجة رقم اثنين. وانت قدى يا يلا؟ قدى. توب كاونتر، والسؤال بيقول ما هو ضاد كلمة أمان؟ شو هو ضد كلمة الأمان؟ الامان. انا حاسس حالي بامان من اجواء 10 عبيد صغار. وين شو حاسين حالهم؟ هن مهددين بي خطر. الخطر مزبوط، برافو عليكي. ماشي. الف مبروك لك. الرانشو بتقدم لي جائزه السلميه اكيد من الام تي في، ومثل العاده كل ما نفتح درجه وتكونوا قد المعلومات بيكون في عندنا معلومه اضافيه عن ضيفتنا. واليوم المعلومه هي بحر النجوم، هالفيلم السينما الوحيد اللي شاركت فيه. من يا ترى؟ على 10-23 فيكم اكيد تصوتوا، وابو مرعي كروز رح بيقدم لكم جايزه، واليوم رح نعلن عن اسم رابح حلقه بكره. اما هلا ننتقل لمتصل جديد. الو الو، مساء الخير، مين معنا؟ اهلا. الو الو، يا هلا. بونجور. بونجورين. اثنين وثلاثة. وعليك، شو اخبارك؟ تمام، انت كيف؟ الحمد لله، والله ما في شيء روا. قلنا ما عندنا شيء هالساعة منعبي فيها شو؟ والله وين ايامك ما عم تسألي عنا؟ والله هون. أول شيء مين معي؟ رمضان كريم. ميلودي.
ميلودي من وين عم تحكينا؟ شحيم. من شحيم، تحياتنا لأهالي شحيم. وأنت قدها؟ أنا قدها. يلا من نقي رقم. أربعة. أربعة على الأكيد؟ إيه. يلا خليني أجربها هيك، بنضوي أربعة، واحد اثنين ثلاثة، دار أربعة. يلا ما زبطت، مش على الأقل كنا توقعنا تفركشنا. يلا ماشي الحال. ماشي الحال، أنت قدها؟ توب كاونتر. والسؤال بيقول دولة بعالمها في نجمة وهلال. نجمة بالأبيض والهلال بالأبيض والباك جراوند تبعه أحمر، ما هي الدولة؟ علم أي دولة؟ وين؟ جزائر. لا لا قلنا في حدا عم بيساعدك، أحمر كله الباك جراوند أحمر بيجي. إيه. إيه وهلال أبيض ونجمة. طيب. في وسط عالمها نجمة وهلال. تركيا. برافو. طيب. على قد تركيا، الدرجة رقم أربعة. ألف مبروك، كنت قدها وعلى الدرجة رقم أربعة. أروما بيقدم لك جائزة تستلميها من الام تي في، وجائزتكم أنتم مشاهدينا يلي ما عم بيعلق معكم الخط على 10-23. ضيفتي إذا بخبركم شو لابسة من هون، ألوان فرحة، يعني مثل صوتها مثل هيك حضورها اللي على طول بيملى فرح، متفائلة، ضحكتها أنا صراحة عندي نقطة ضعف على ضحكتها. فيكم تصوتوا على 10-23، والمعلومة على الدرجة رقم أربعة، 10 عبيد صغار، هيك 10 عبيد صغار راحوا تتتم، ما شو عم بيصير، بعدها بعشرة عبيد صغار، الله يستر. مشاهدينا فيكم اكيد تصوتوا، ابو مرق كروز بانتظاركم ليقدم لكم جائزه قيمه، لكن عرفنا بحر النجوم وعشرة عبيد صغار، وهي من عائله فنيه عريقه. اتصال جديد. الو. الو. مساء الخير. مساء الخير، معك سعيد من بيروت. تحياتنا لك يا سعيد ورمضان كريم. ميرسي انا وعليك. الله اكرم، انت مين عم بتتابعنا؟ انا واهلي. تحياتنا لاهلك، انت قدم وين من بيروت؟ انا من عم بحكي من برج ابو حيدر. تحياتنا لكل اهالي برج ابو حيدر، زقف 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 لاهالي بيروت ولبنان وكل المناطق من دون اي تفرقه. يلا سعيد نقي لي درجه. شو ابو السعود؟ نقي درجه رقم 3. درجه رقم 3، يلا ندور رقم 3. انت قدها؟ انا قدها وقدود. يلا باندفاعك وبحماسك واهلك حدك، ما هي جنسيه الفنانه ميادة الحناوي؟ أنا جنسية الفنانة ميادة الحلال. أنا بعشقك. أنا سورية. سورية من حلب، مظبوط، تحياتنا لأهالي حلب وسوريا. ووو ووو. أوبتيك جاليري بتقدم لك جايزة، وبالتالي يعني صار عندنا ثلاث معلومات عن ضيفتنا، عرفنا إنه هي ببحر النجوم، خريجة سوبر ستار بموسمه السادس، وعرفنا إنها عم تلعب دور مهم، سكرتيرة ما حقول أكثر من اسمها، ليال، بعشرة عبيد صغار. مين هي؟ ما بعرف، عم تعمل لي إنه خلص ما تساعد أكثر. 10-23 فيكم أكيد تصوتوا، والاحتمالات مثل ما سبق وشفتوهم، رقم تليفون واحد وبرنامج واحد بيخولكم تكونوا مبسوطين، تتسلوا معنا، نقضي وقت حلو بهالشهر الفضيل وبهالأيام الصعب اللي عم نمرق فيها، لأنه بعرف كلياتنا بحاجة إنه نربح ونشوف هالنجوم اليوم اللي عم بيطلوا عليكم بشكل جديد. اتصال. ألو. ألو. مساء الخير، مين معي؟ معك رولا. رولا مو عم تحكينا؟ من الحدث. تحياتنا لأهل الحدث ورمضان كريم. كريم الله أكرم. أنت مين عم بتتابعينا رولا؟ أنا وأهلي. تحياتنا لأهلك رولا، بدي حماسك اندفاعك، عندك درجة رقم واحد خمسة وستة. رقم واحد. يلا رقم واحد. أنت قدها؟ أنا قدها أكيد. توب كاونتر، والسؤال بيقول ما هو مفرد كلمة قوانين؟ أينه؟ ليكي كيف تتتم اذا بدك قانون. ايه هيدا اللي مندق عليه هيك، قال مش القانون، قانون مزبوط. ايوه عليكي. وبجي بتقدم لك جائزه تستلميها من الام تي في، وصار عندنا معلومه اضافيه، دانسينج وذ ذا ستارز، شاركت بدانسينج وذ ذا ستارز، من يا ترى هي النجمه اللي شاركت بدانسينج وذ ذا ستارز وكان عندها تجربه سينمائيه ببحر النجوم وبعشرة عبيد صغار عم بتطل علينا وهي خريجه سوبر ستار بموسمه السادس؟ فيكم صوتوا على 10-23 وتكونوا قدها. انا نصيحتي لكم صوتوا على الار 1. اتصال جديد. الو. الو مساء الخير محمد. مساء الانوار، مين معي؟ معك هيام. هيام وين عم تحكينا؟ عم بحكي من صوب الحدث. تحياتنا لك هيام، عم بعلق معك الخط كل يوم. لا والله هيدي أول مرة. أول مرة هيام صوتك، بس هيك مش ما تقطع لي هم، أنا معك هيام. رمضان كريم أول شيء لإلك ولعائلتك. علينا وعليك يا رب. حبيتي هالبرنامج؟ كثير كثير. مهضوم؟ هيك عجبك على ذوقك؟
كتير حلو هيك في أشياء هيك حلو خاصة الضيف. أها الضيف أهم شيء حبة الضيف هي منقي لي درجة يلا خلي لك كمان خلي الضيف يساعدك أنا مش راح ساعدك يلا خلص بدك إياه الرقم اللي بدك إياه بدي ساعدك يلا درجة رقم 6 نعم درجة رقم 6 نعم افتحولي درجة رقم 6 أنت قدها يا هيام نعم أنا قدها السؤال بيقول كم مرة فازت البرازيل بالمونديال؟ مع انه بعتقد اليوم رح تخسر. يعني بعتقد مع نيمار برا رح نخسر اليوم للأسف. ثلاثة ولا ستة؟ ضايعة. والله، قسمي الفرق. ثلاثة، اثنين، واحد، نيمار أحلى واحد، يلا. مين ما سمعت أصلاً السؤال أنا عم جاوب إنه البرازيل. إيه كم مرة ربحت البرازيل المونديال؟ ثلاثة. بتغير؟ ستة. لا خلينا على ثلاثة خليك على ثلاثة قرارك 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 آخر قرار شو؟ هيام على ثلاثة إن كنت نقيت ثلاثة ولا ستة هن خمس مرات بلس بسيطة 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 يلا مش مشكل يلا هيام للأسف روحت عليك جايزة من سيولار دوميل وبالتالي نفتح المعلومة قلبي وعمري قلبي وعمري اللي كنت عم غنيها تحت الهواء هلا رح نسمعها أكيد منها هينت كثير عليكم فيكم صوتوا على 10-23 على الاحتمالات اللي عم تشوفوها واتصال اخير بفقرة درجة درجة الو مساء الخير بونسوار بونسوار الحمد لله شو اخبارك ماشي الحال وينك وين هالغيبة مين معي معك كريستال كريستال مو عم تحكينا من جوني من جوني تحياتنا لاهالي جوني كريستال انتم ما بقى في بدك مجبوره رقم 5 ايه اوكي خلص ما بقى في عنا الا الرقم 5 وانت قدها اكيد قدها توب كاونتر والسؤال بيقول ما هي عاصمة مملكة البحرين البحرين المملكة مملكة البحرين يلي استضافت اول سباق للفورمولا 1 بالعالم العربي هل هي البحرين برافو عليك المنامة لولا الملامة بس المنامة مزبوط برافو عليكي ألف مبروك لإلك بازا با بتقدم لك جايزة تستلميها من الان تي في ومعلومة سادسة هي عبدو ياغي ولدها عبدو ياغي يعني بعتقد صارت كثير هينة عليكم هي فنانة لبنانية شاركت بدانسينج وذ ستارز تخرجت من سوبر ستار بموسمه السادس وكان عندها أيضا عدة تجارب بالتمثيل ومؤخرا عم بتشوفوها ب مسلسل 10 عبيد صغار على شاشة الام تي في على 10 الا ربع قلبي وعمري اغنيتها الحلوة الرائعة وخولتها ايضا تغنيها هيك بمختلف الدول العربية اليوم حتطلع علينا سوري عم طلع فيها لانه حلوة صراحة اليوم كثير مثل العادة يعني هيك اوكي هربت عنا على 10-23 فيكم تصوتوا على الار 1 بريجيت ياغي على الار 2 شكرا مرتجى على الار 3 سوزان نجم الدين وعلى الار 4 نسرين طافش اللي حلت ايضا ضيفي نسرين طافش الممثلة السورية بوجه لها تحية كثير كبيرة حلت بانت ادى بموسمه الثاني ضيفة عزيزة علينا اما انتم مشاهدينا ما تنسوا اكيد رقم التليفون صرتوا بتعرفوه بهالشهر الفضيل نحن بنطلع عليكم لنزرع البسمة والتفاؤل ومثل ما برجع بقول يا رب تحمي كل للوطن العربي واهلنا بغزه اليوم انا كنت عم بحط هاشتاج بدعيكم كلياتكم مشاهدينا وين ما كنتوا حتى ايضا فيكم تحطوا هاشتاج كلنا اندرسكور غزه بس لحتى ندعم هالشعب الفلسطيني الشقيق يلي عم بيعاني نحن مجبورين على طول نطلع عليكم نرسم البسمه رغم كل الظروف لانه نحن هيك عم نتحدى يد الغدر اللي على طول هي همها ويمكن هاجسها الاساسي انه تهدم الفرحه ونحن رح نوقف بوجهها ونقول لا نحن هون موجودين ورح نضلنا متفائلين بدعيكم اكيد تحطوا هاشتاج كلنا غزة وكلنا الوطن العربي كمان زيدوها هيدا عندكم لحتى ندعم إخواننا بمختلف الدول العربية مشاهدينا بأجواء أنت أدى على 0464 فيكم تتصلوا لأنه بعد لحظات رح نكشف عن هوية الضيفة اللي رح تحل اليوم حلقتنا ورح تساهم أيضا بأنه تربحوا جوائز قيمة كلها لكم مجرد ما علق معكم الخط ما تنسوا على طول عبر انستغرام وتويتر @محمد انسكور قيس لأنه رح ساعدكم وأعطيكم معلومات إضافية بهذا الشهر الفضيل بدعيكم للتسامح المحبة لحتى نكون كلياتنا قدا على شاشة الام تي في هيدي زقفة وما تنسوا أكيد تستلموا جوائزكم من الساعة 10 للساعة 6 ابتداء من نهار الاثنين من مبنى الام تي في بالنقاش فيكم أكيد تكونوا على الساعة 11 للساعة 6 من الاثنين للجمعة تستلموا كل الجوائز اللي نحن على طول بنسعى انه تكون لكم بريك ومن بعدها بنستقبل ضيفة انت انت
عودة لكم بحماس وبطاقة إيجابية لحتى نستقبل ضيفتنا يلي بدأت تبلور صوتها عن عمر 12 سنة وعن عمر 16 سنة، غنت إلى جانب والدها الفنان القدير عبدو ياغي. رحبوا معي بنجمة 10 عبيد صغار بريجيت ياغي. بونسوار. رمضان كريم. ميرسي علينا وعليك يا رب. شو هاللوك الحلو اليوم؟ ميرسي. الوان هيك سمر وعايدين على بكير اليوم. ايه بحب الالوان. بالبقلة. خاصة بالصيفية هيك فريش، بحبكم فريش. بتحب الالوان بس شو وضع 10 عبيد صغار؟ بعيت لك سكرتيرة ليال ولا شو؟ لا ليك هو أزبط للمشاهدين ولإلك ولكل الموجودين هون ما كون ليال. يعني بفضل كون بريجيت. حلو دورك على فكرة، مشغول كثير بدقة. قديش بعيدة ليال عن شخصية بريجيت؟ بعيدة هلا بعصبيتها لا مش بعيدة، وبردات فعلها لا مش بعيدة، بس بالقصص اللي عملتها بالمسلسل كثير بعيدة عن بريجيت. عشو بتعصب بريجيت ياغي؟ شو الشيء اللي بعصبها؟ بما انك قلتي انه عصبية انت. ما بحب الشواذ. ما بحب الشواذ بأي معنى؟ بالشغل؟ بالشغل بكل شيء، بكل شيء بحياتي بحب كل شيء يكون على بيرفكسيون، يعني يكون صح، يكون هلا اكيد مش كل شيء صح طبعا، بس انه بحب كل شيء يكون بمحله ومدروس وبمحله. مدروس وبمحله. يعني هذا دليل في قول مبرر ليش بعد لهلا ما سجلت الاغنيات لبكره رايحه تسمعيهم وقال لك بعرف بكره. ايه بكره رايحه اسمع الاغنيه وكثير محمسه صراحه، يا ريت لو سمعتها امبارح. حد الي اكيد كنت دغري قلت لك اليوم شو الغنيه. بس فيك تقولي للمشاهدين انه الاغنيتين اللي رح تسمعوهم اللي رح بتنقي وحده بيناتهم اثنيناتهم باللهجه اللبنانيه. اللبنانيه نعم. رح اسمع اغنيتين باللهجه اللبنانيه لانه صار لازم انزل اغنيه لبنانيه من لبنان. وانا صراحه اشتقت كمان اغنيه لبناني، والاغنيه منا رومانتيك يعني بتوين الدانس وبتوين مش الاكستريم، يعني رايحه على الاكستريم دانسينج شي دانسينج لا، بس يعني نص نص بين قدراتي الصوتيه وخارج مسرح. حلو، يعني فينا نقول بنوعد من بعد العيد رح تسمعوا الاغنيه باذن الله. ان شاء الله لا مش بعد العيد. بدي ناطره يعني تقريبا بتشرين. بتشرين بس أوكي. مش وعد يعني بعد ما بحب اقعد بقى على الهوا بدنا اياها توعدنا لانه بدنا نسمع لا. اغنياتك لا لا على الاكيد على الاكيد اول الشهر 10 عبيد صغار اخذك شوي من تسجيل الاغنيات من بعد دانسينج وذ ستارز. من بعد دانسينج وذ ستارز كنت بدي اعمل الاغنيه بس ما كان عندي وقت، يعني صار كل يوم تصوير صح. ودغري دغري بلشت هنحكي يعني عن التصوير وعذاب التصوير اللي أيوة صار واللي جرى لبريجيت ياغي او لليال من بعد ما تنقي لنا رقم، لانه اليوم المسؤوليه عليك بريجيت، انت رح بتنقي من الواحد للعشره، رح تتولي مهمه انك تنقي اللعبه للمتصلين. نفتح اللعبة ممكن يكون في عنا جوكر، ممكن يكون عنا لعبة معينة تعودوا عليها المشاهدين، من بعدها بناخذ الاتصال. تفضلي في تحية معك. تحقيق؟ لا أوكي. طيب أنا بختار هيدا من أجواء شو؟ من أجواء 10 عبيد صغار. من واحد للعشرة بنقي اثنين. رقم اثنين. الافتتاحية فيها تفاؤل لأنك درقيتي رقم اثنين جوكر. ايه ما بعرف مين علق معه الخط. بيربح دغري. دغري بيربح، خذي الاتصال معك. الو الو قولي لنا مبروك دغري. بونسوار. بونسوار. أول شيء بدي أقول لك دغري مبروك. تعرف عليها هلا. لا بس خارجي كثير عن جد تكون مقدمة برامج ليش صار واحد لا هلا بنشوف اليوم بس مين معنا؟ سارة. سارة سمعتي بريجيت شو قالت لك؟ وي شو قالت لك؟ مبروك. ليش؟ شو ربحتي؟ طلع لي الجوكر. طلع لك الجوكر، زقفولها وألف مبروك لإلك، جايزة بتستلميها أكيد من الإم تي في، بنشوف سوا شو جايزتك لليوم، يلا موستاش بتقدم لك فاوتشر بتستلميها اكيد من الام تي في، والف مبروك لك. رقم جديد يا سارة. ولعبه جديده معك. 10. رقم 10 يلا على 10 عبيد صغار. ايه ايه كان لازم نقي من الاول بس ما عليه خلص ربحت سارة انبسطت. اوكي هلا نغمه وغنيه رح نسمع اوديو على طول لما بيكون معنا فنان وبنحب نسمع صوته، بنسمع اوديو من الزمن الجميل. على المتصل يعرف ام المتصله شو هي الاغنيه. اوكي يلا اتصال. الو الو مساء الخير، مين معي؟ معك فرح، كيفك محمد؟ تمام، شو اخبارك بريجيت؟ معك اليوم بريجيت ومحمد. هاي
هاي، كيفك فرح؟ الحمد لله، انت كيفك؟ انا منيحة، ينعاد عليك. وعليكي. فرح، انت قدها؟ هلا صراحة ماني كثير شاطرة بهالاشياء، بس معك اكيد حكون قدها. معي وبرجيت هي اللي حتتولى العمل. انا رح ساعدك اكيد. تمام، انت حتعرفيها دغري. توب كاونتر وبنسمع سوا الاوديو. شو عرفتيها؟ ما عم بعرفها ولا عرفتيها؟ ما يمكن والدتك حدك؟ في شيء نحن بنقط، في شيء نحن بنقطفه كثير حلو ريحته. وردي، وردي هو لوردة الجزائرية الراحلة. وردة الجزائرية الراحلة الله يرحمها. شو اسمها؟ شو اسم الغنية؟ وردة، وردة الجزائرية. ايه بس شو اسم الأغنية؟ شو اسم الأغنية؟ عكس إنه الإنسان يكون صادق. كذاب. ايه شو يعني الغنية؟ كذاب. غني لي، سمعي اياها بصوتك، بنوقف شوي ميوزك، باك جراوند ميوزك لو سمحتوا، بنسمعها بصوتك شوي. اكذب عليك، اكذب عليك، اكذب عليك، اكذب عليك، اكذب عليك لو قلت بحبك، لسه اكذب عليك، اكذب عليك لو قلت نسيتك، همسى اكذب عليك. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار لي بر وانا ارسى عليه. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار لي بر وانا ارسى عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ قول يا حبيبي، قول قول يا حبيبي، قول قول يا حبيبي، قول يا حبيبي، قول 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 يا حبيبي. قول يا فرح، قول يا فرح، شو اسم الغنية يا فرح؟ اكذب عليك. اكذب عليك، مظبوطه، برافو يا فرح. أنطوان صليبا بتقدم لك جائزه، بتستنيها اكيد من الام تي في، لانك كنت قد حلو زمن اكيد هيك القديم والجميل. انا بحب كثير غني الله يرحمها ورده الجزائريه، كثير بحب غني لها، تركت لنا هيك ارث نتغنى فيه، وحتى والدك الله يطول بعمره. يعني ما بنستبعد لما انت بتقولي انك بتحبي الزمن الجميل، بتلاقي صعوبه اليوم لما بدك تنقي اغنيه، والدك بيتدخل معك بقراراتك؟ بيتدخل، انا بحب اخذ رايه يعني اكيد. يعني انا مثلا بكره الاغنيه بدي اسمعها، بدي اجيب الدم وسمعه لبي، ما في الا ما سمعه لبي صراحه. يعني بهمني كثير رايه، اول شيء خبرته اكبر، وبحب توثقي فيه، بحب ايه بوثق فيه، غير انه بي انه هو فنان. يعني انت ما بتحسي يمكن والدك من جيل وفنان ومن جيل اللي بنفتخر فيه وقدم اغنيات حلوه، ما بتحسي انه يمكن الزمن شوي بتغير، الموسيقى بتتغير؟ طبعا، وهو بيقول لي وبيواكب هالشيء معك، هو بيقول لي، بيقول لي انا جيلي غير جيلك، وانت اللي لازم تلحقي احساسك، انا بعطيكي رايك موسيقيا. صح. يعني الكلام حلو، الموسيقى حلوه، فيكي مثلا تزيدي كمانجا هون. عرفت كيف؟ يعني قصص تجميليه بالاغنيه بيعطي رايه فيها، ولكن بخلي هالشيء لاحساسي، لانه انا بيقول لي انت غير عني. طبعا قديش في عالم بيكونوا قالين نيالك، لانه عن جد نيالك انك عندك هالبي اللي بيكون هالقد حريص، متخيل بفوت معك بتوزيع الاغنيه، ممكن يعطيكي يمكن هيك نكهات معينه، هي عصير الطبخه، هي نكهات معينه، بهارات بهارات, بهارات. هن سر نجاح الطبخه اللي بتكون الغنيه. اكيد، وانا عن جد بفتخر انه بي حدي ووالدتي وخياتي، عن جد كثر خير الله انهم حدي، هن داعمين لك على طول، وبعرف هيدا الشيء. عن جد رقم جديد معك، يلا رقم 2 و10 فيك تنقي. شو في رقم بعد بيعني لك؟ بتعرف الارقام ما كثير بحبها، الرقم اللي بيعني لي نقيته اول شيء. ليه رقم 2؟ ما بعرف، بحس انه 2 هيك انه علامة انه بحس هيك النصر، ايه مثل 7، وبنفس الوقت انه شخصين مع بعض بحب. يعني عرفت كيف؟ بحس بتفائل برقم 2. هلا انت 2 ولا 1؟ لا 1. اه 1 1 ايه الحمد لله. ليه الحمد لله؟ انه هو لوحده بيجي، وهلا الحمد لله لانه في ضغط شغل، ضغط شغل، وبدي ركز على الاغنيه. يعني خلص لك على الاغنيه، يعني بتصيروا 2 مع الاغنيه، بنشوف يمكن رقم ان شاء الله. رقم 7 7 7 7 علامة النصر، يلا رقم 7.
يدلي انا لا بعيده بعيده عن اجواء 10 عبيد صغار امبارح شفت مشنا قبل بالحلقه هلا قولوا اياها لوسام حنا بغرفته امبارح يا حرام قديش متعاطفه معه لوسام ايه انا بكون متعاطفه كثير مع وسام بس عرفت انه حتقلب بعد شوي حضروا حضروا اوكي حضروا لانه في كثير سسبنس لقدام المشنقه هي عباره عن كلمه على المتصل ام المتصله يعرفوا شو هي الكلمه اليوم بقول لهم متعلقه فيك فيك دايركتلي يعني مباشره فيك اتصال الو الو مساء الخير مين معي عباس عباس رمضان كريم وينعاد عليك عباس نعم وين عم تحكينا من صفير تحياتنا لاهل صفير ولدتك حدك عباس نعم يلا خلي والدتك حدك تساعدك بالمشنقة انت قدا حد هي يلا حد. لو سمحتي ساعدي لعباس لحتى ما يدهمكن الوقت وبرجيت معكن انت قدا انا قدا توب كاونتر ومنشوف سوا المشنقة يلا اوكي هي كلمة برجيت ما بتعرفها هلا رح اعطيها هيك لمحلة كلمتين بيناتهم في حرف ايه؟ حرف الواو واو لها علاقة مباشرة فيك بأغنية رح نسمعها منك كنت أنا عم غنيها تحت الهواء وقلناها بالاحتمالات والمعلومات شو اسم غنية اللي صورتها في قلو إياها حرام ايه ساعدي شوي تدني له إياها فيك بس مش الكلمة مش لا 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 قلبي وعمري فينا ثلاث احتمالات طيب عباس ركز معها ركز أغنية بريجيت قلناها بالمعلومات على درجة درجة ايه ليك رح غني لك رح اقول لك كان ماسك ايدي بايده وكان بيقول لي ساعدوها اعلى 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 لنساعد عباس اعلى اعلى شوي مش جمهورنا قلبي وعمري شو عباس قلبي وعمري على قد برافو خلص إلا 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 ربحني المشنقة لكن يا عباس بتخولك اكيد تربح من عند الدا جايزه بتستلمها اكيد من الام تي في الف مبروك لك قلبي وعمري كيف بتقوليها يلا دندنتي لنا اياها بنسمعها انت بدك تغنيها معي يلا, يلا انا وياك بلش انا يلا يا انت رح اقول لكم ليه عم بتضحك لانه محمد بيقلب الكلمات بس كرمال هيك يلا كان ماسك ايدي بايده وكان بيقول لي قلبي وعمري مش حبعد عنك ثانية اصل انتي اخدتي قلبي وعمري اول ما سمعت كلامه في ثانية نسيت قلبي وعمري بس ما بدك قلت لحبيبي انا نفسي في يوم قدي لك قلبي وعمري انا فيني مثل معك الكليب تبع قلبي وعمري اذا بدك ترجع تعمليها ريميك بس غني صعب بنغني صعب لانه صوتك رائع قدام صوتي مع انه كنت عم فكر اعمل ديو انا وياك عم بسمعك كنت انا مخبيه ورا هيك يعني هيدي من محبتي فيك ومن محبتي بالاغنيه لانه نحن كل ضيف بيجي لعنا على طول بنحضر له وبنجرب قد ما فينا نريحه ونحسسه هيك انه يكون مرتاح وبتواصل مباشر ايضا مع المشاهدين اصلا انا كثير مرتاحه كوني بانت قدا وكوني بالام تي في وكوني مع هالعالم اللي عم يحضرونا عن جد كثير مرتاحه بتعرفي شغله العالم اللي عم يحضروك مباشرة تحيه كثير كبيره في مدام هيك طلعت قالت لي بعرفها من زمان كانت توقف بالكنيسه وشوفها ومفخوره فيها انه اليوم وين صارت وقديش عم تكبر ميرسي ميرسي كثير عن جد هيدي محبه الناس اللي على طول بتراقب وبتشوف لما النجم او الشخص قدامهم بيطلع درجه درجه لما الواحد بيطلع درجه الحمد درجه الحمد لله الانسان لازم يطلع درجه درجه مش يقفز درجتين ثلاثه لانه بده يوقع بيتفركش مثل ما صار فيه هون رقم جديد معك بريجيت يلا رح نقي خمسة خمسة بعيون الحاسدين نفتح رقم خمسة لا إلا لا المتصل أو المتصلة بدي جرب وقعهم بالفخ فخ يقولوا إيه ولا وأنت بدك تساعديهم وتسعى فيهم بمرادفات لحتى يتجنبوا يقولوا إيه أم لا تمام؟ أوكي بس نقيت خمسة أنتوا كم صرتوا؟ نحن خمسة بالبيت بابا وماما وثلاث بنات تحياتنا لألن واتصال ألو الو الو مساء الخير مين معي؟ فداء فداء من وين عم تحكينا؟ بيروت تحكي اوكي بدي اطلب منك لو سمحت توطي لي صوت التلفزيون فداء وبرجيت معك تقريبا 60 ثانية لا فيك تقول ايه لا فيك تقول لا وبرجيت رح تسعفك ببعض المرادفات اوكي هاي فداء هاي شو؟
بلا ما ينتبه يديك بس في كبسة على التليفون. بس بعده معنا؟ الو فداء؟ اي معكم. اوكي جريت. فداء انت قد؟ قد. توب كاونتر ومنبلش معك، شو اخبارك؟ تمام. قد ايه عمرك فداء؟ 24. خلصت جامعة؟ ايه. ايه؟ اكيد. كان لازم تقول يمكن، قلت لك يمكن. للاسف فداء يعني مش حلوه هلا مش حلوه. طب بدي العب معك. توب كاونتر انت قدها؟ ايه انا قدها. توب كاونتر بلشنا 60 ثانيه جديده. بدي اشكر ريتا اللي على طول هيك بتلبينا على الهواء، ورح نلعب لا اله لا معك. ايه يلا. بريجيت كيفك؟ منيحه. شو اخبارك؟ تمام. مغرومه؟ يمكن. يمكن كيف بتاكد؟ بعدين تعرف. ليش هالحل محبس؟ اي محبس اللي كان بايدك؟ عم بتمثلي بعشر عبيد صغار؟ بعتقد عم تحضر تي في. عم بحضر بس ما عرفت ما يعني اسمع. انت لازم تعرف. معكم تقلا شمعون؟ معنا لورا. لورا، لورا مين؟ لورا اللي بتلعب دورة الاسم اللي انت قلته. اها تقلا شمعون، قوية شاطرة مركزة معي. يمكن. يمكن. بتعرف ليه؟ ليه؟ لأن عم طلع بعيوني. عم طلع بعيوني، فهالقد مركزة معي؟ والله على فكرة قوية فظيعة، إذا ربحتي رح ربح فداء. طبعاً. يعني أنت اليوم أخذت دور المنقذ؟ بتمنى. بتتمني؟ وإذا خسرتي لفداء رح تزعلي؟ يمكن. يمكن؟ شو؟ شو؟ إيه أم لا؟ بالنص. بالنص. يعني مش فارقة معك فداء؟ بالعكس. بالعكس، همك فداء؟ أوقات. أوقات. مغروم فداء؟ يمكن. يمكن. فداء مبروك! لطيفة قاعدة بما انك خسرت معنا، بس اليوم بريجيت هي اللي انقذتك. انت قدها وقدود. طبعا قدها وقدود. الف مبروك لفداء، ربحتي فداء، وهيدا مبدا برنامجنا. حماس قوي كثير. فداء كان على فكرة رائع يعني. فداء مبروك، هو اللي ربح. خلص هو اللي ربح. انا لانه ما حبيت هاللعبة عن جد يعني بتضيع. ما هي هيك الواحد يعني قديه بده يكون مركز. هيدا مبدا لازم الواحد يتحدى ويتركز ليكون قدها. طيب وإذا بس إنه طيب المشاهدين يعني حرام. طيب يلا مش نقي لنا رقم. طيب يلا نقي لنا رقم ربح المشاهدين. رقم أربعة. بتعرف ليه أربعة؟ كثير بحب أنا بعدين لما أتجوز يجيب أربع أولاد. أربع أولاد؟ إيه. يخز العين. وإذا الله هيك هيك كمان أكثر بدي أعمل فريق فوتبول. فريق يخز العين، بس هو اللي بدها تكون تحت نصيبه يعني بده يكون قاعد له على بنك أربع أولاد من البلاد. لا إن شاء الله. لا أكيد يعني إذا قادرة أعيشهم وهيك. بحب العائلة الكبيرة لأنه. وبتحب تسمي عندك اسم معين إذا كان صبي أم بنت أو مش فارق؟ لا معين. لا بس مهم. لا لا وقتها. أوكي. لا وقتها بنشوف. مهم الفريق الفوتبول. رقم أربعة، شو اللعبة؟ يلا نصيبها مع جينيفر عزار بالموبيلي توب، وراح بيكون معنا متصلة عليها تصيب أربع أغراض، تصيبهم تصيب سعرهم 2000 دولار ليكون من نصيبها 1000 دولار. جينيفر بليز ساعدينا إذا عم تسمعيني. أكيد. أنا شوي بليز. حتكون معنا جينيفر على الهواء بعد ما ناخذ الاتصال. ألو. ألو. مساء الخير، مين معنا؟ دينا. دينا من وين عم تحكينا؟ من بيروت. تحياتنا لأهالي بيروت. من وين؟ من الحمرة. من الحمرة، منيح ما كانت من المينا. دينا من وين عم تحكينا؟ من المينا. من المينا. على 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 الإيفي. دينا بريجيت معك وبدها تساعدك بيلا صيبة. ايه اكيد. يلا خليكي معنا على الخط، وراح انتقل عن زميلتي جينيفر عزار بالموبيلي توب. جيني. ايه محمد. اليوم بريجيت عم تطلب منك تساعديها لدينا. هاي بريجيت. هاي كيفك؟ انا بدي اقول لك مبروك على النجاح اللي عم بحققه مسلسل 10 عبيد صغار. انا شخصيا عم تابعه وكل يوم بنطر شو رح يصير. عايشين على اعصابنا. بتقلي محمد ما بقدر هالقد، في 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 سسبنس كثير يعني. ايه كثير يعني هيدا المطلوب. خلص هيك بتعرفي جاني انا بوعدك تحت الهوا بس تخلص الحلقه رح اخذ شويه معلومات هيك. ايه عارف شو عم بيصير. ايه خبرنا اليوم شو. 100% بتقلي لك بخبرك اياهم، مش عم نخبرهم بكره للمشاهدين بحلقتنا. اوكي خلص. دينا معك على الخط. دينا. 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 يلا. هاي دينا. دينا. هاي دينا. هاي. هاي بدي منك توطي صوت التي في، تسمعيني من الأباري. هاي اوكي. اوكي دينا بدك تجمعي أربع أغراض يسيبوا 2000 دولار لتربحي 1000 دولار تقديمة موبيلي توب. اوكي. يلا، شو أول غرض؟ منبلش، أول غرض. ولا شوف شو عندنا الغرض بالأول. دينا. ما في كثير وقت. الفوتاي الكبيرة. الفوتاي مانا مسعرة، نقي شيء ثاني. الطاولة اللي بالنص. الطاولة بتعمل نقي القصص القريبة؟
الكونتور يا الوراكيت. يلا بناخده $890 اول غرض. اوكي شو بنقي بعد؟ بعد بدنا ثلاث غراض. اللامبادير الصغير. اللامبادير الصغير اوكي $45. بعد بدي غرضين دينا. شو؟ الفوتاي المسعرة لونها رمادي. اوكي. $550. بدي غرض واحد. دينا يلا. الفاز يلي على الطاولة. الفاز يلي على الطاولة. هيدا؟ ايه. اوكي $25. دينا ما صبت ال $2000. المجموعة اللي اقل من $2000 ما صبت المجموع. سوري هارد لك، بس بدي اقول لكل مشاهدينا انه ال $1000 باقي معي لبكره وبتصير $2000 تقديمة موبيلي توب. محمد جاني للاسف دينا ما ربحت معنا، ما ربحت، بس محمد بدي اذكر كل المشاهدين يجوا على موبيلي توب خاصه يستفيدوا من العرض اللي عاملينه اب تو 50% تيله شهر رمضان المبارك. غراض كثير حلوه واسعار بتعقد. انا عرفت انك عملتي شوبينج وما نسيتيني، عامله حسابك. لا ايه عامله حسابك. ناطرهم هون، ناقصني كم غرض هيك. اكيد لانه على ويب زواج قال جاني. شكرا لك، وانت قد ما قلت انا فيكي بيكون اكيد بحلقه بكره. اما انتم مشاهدينا فبريجيت يا غير رح بتشوفوها مثل ما شفتوها من قبل، رح بتشوفوها عم تقرا اخبار بنشره انت قدها، رح بتشوفوها عم تطبخ، كيف نفسها بالطبخ بتشوفوا بعد البريك. عودة لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا عبر شاشة الام تي في بالقسم الاخير من برنامج انت قد. بدي وجه تحية لكل الاشخاص يلي عم يتواصلوا معنا عبر تويتر وانستغرام. ما تلوموني، انا قلت من الممكن لاني انا بحب البرازيل انه تخسر لانه نيمار برا، بعتقد احنا فريقنا شوي ضعيف، بس يا رب ما نخسر قدام المانيا. اكيد ان شاء الله ما نخسر. انت مع مين؟ مع البرازيل؟ برازيل ايه. بعرفك بتحبي الفوتبول وسبورتيف ورياضية، بتحب الطبخ؟ ايه بحب الطبخ. نفسك طيب على الطبخ؟ ليك انا لما عرفت انه نفسي طيب على الاكل سالت بيي كثير بحب الاكل صح. فطبخت مرتين بالبيت وقال لي بابا اكلي كثير طيب. وما عدتيها من بعدها كرمال هيك؟ لا. اوكي تخيل ما عدتها بس كثير طيب اكلي. واضح شو كان قال لي كثير طيب بس ما تعيديها. لا عن جد صب مرتين كمان. خلونا نشوف شو الطبخة مع بريجيت ياغي. مثل العادة للأشخاص يلي انضموا هلا ليحضروا برنامجنا برنامج انت قدها بشو الطبخة، بنشوف روبورتاجين. أول روبورتاج بنشوف مكونات الطبخة مع الضيف، إذا حزرته بنعلن عن الطبخة وبتاخذوا الجايزة، إذا لا بننتقل تلقائيا للروبورتاج الثاني بنشوف الضيف كيف عم بيطبخ بسمولفيل هوتيل مع الشيف شادي. كيف كان الشيف شادي معي؟ كثير مهضوم وكثير طيب الاكل اللي عملناه. كثير طيب. انا دقتها لا. دقتي. مين طبخها؟ انا وهو. انت هو، اوكي هو انا هو هو، اوكي. شو الطبخه بنشوف سوا اول روبورتاج ومن المكونات، اتصلوا فينا واعلنوا عن اسم الطبخه والجايزه لكم. ما تخافوا ماني جاي انتحر، بالعكس جاي لعند شيف شادي رعد طيطبخ لي الطبخه اللي كثير بحبها، اهم طبخه عندي صراحه لانه كثير جوعانه وبعتقد انتم كمان جعتوا. بس قبل بدي احذركم وان شاء الله تطلعوا قدها وتحذروها لهالطبخه شو هي. رح اعطيكم 4 انجريدينتس هن موجودين فيها. اول شيء حيكون في رز ابيض بلا شعيريه، حيكون في بصل، حيكون في شامبينيون، وحيكون فيها فليفله خضراء وحمراء. شو حذرتوها ولا لا؟ على فكره انا كثير بحبها لهيدي الطبخه، بس فيها شيء ناقص كان ولا كانوا عرفوها صح؟ ايه انا ما كان فيي دغري اقول لهم شو الشيء الاساسي فيها لانه دغري كانوا حيعرفوها، بس اكيد حساعدكم ما تعرفوا. خلص خذ الاتصال. إيه. يلا الو. الو الو بونسوار. بونسوار مين معنا؟ محمد. كيفك يا محمد؟ الحمد لله صفا. ينعاد عليك. وعليك رمضان كريم. محمد حزرت شيء شو الطبخه ولا بعد؟ لا مش كثير. ابو حميد اول شيء وين عم تحكينا؟ ايه نسيت اسالك من الحدث من قريب علينا.
ابن الحدث. ابن الحدث وانا يعني قريب عليك شوي، لازم نساعدك يا ابو حماد. ابو حماد ايه سمعلي لهلا شو صرتوا طابخين على الافطار؟ برجر. اوكي برجر طبخة. شوربة. شو الطبخات اللي عملتوهم بهالعشر ايام؟ شي مع رز يعني. ايه مع رز. مع رز. ليك اذا بزد لك لحمة عليها. سترو. منصف. لا منصف. سترو. لا سترو. بيف سترو. بيف سترونغونوف. 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 شو ايه بتقول هي؟ شو بريجيت انت عند الصفلة انا ما. ايه شو هي؟ بيف. ايه بيف ستروغانوف. بيف ستروغانوف. برافو 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 برافو. ضيفتني ربحت. فيزيك اوبتومترست بيقدم لك جائزة السينما من الام تي في. برجع بذكركم من العاشرة الستة ابتداء من نهار الاثنين لنهار الجمعة نحن بانتظاركم. بنشوف سوا كيف طبختي؟ ايه يلا بنشوف سوا ريبورتاج. لا انا بدي اشوف معك. اوكي بونجور. كيفك؟ منيحة كيفك انت؟ ماشي الحال؟ تمام. اليوم شو معنا ليال او بريجيت؟ لا بفضل هون كون بريجيت حرام. أوكي. يعني كرمال المشاهدين. اهلا وسهلا فيك بريجيت. ميرسي اهلا فيك شيف. في عنا لحمة فوفيلي او فيليه، عنا طحين فليفلي شامبينيون، عنا مرقة لحمة، وفي عنا بصل، في عنا الرز، الرز مغسلين ودغري نهون على حالنا، في موتارد، وفي عنا بابريكا وبهار اسود، المقلية اكيد محميينها مزبوط. حطينا اللحمة، حطينا لها توابل شوي صغيرة لتطلع طيبة. اوكي بنحط موتارد، بابريكا، ملح، عنا بهار، رح نخلطهم شوي صغيرة. عنا الفليفله المقطعه راح نحطها، بس بدي اعزبك بملعقه. مناء بوفر بتطلع طعمتها اطيب. اذا منا متوفره عندكم ما بيأثر. بهار الاسود بس مش الحلو. فيك تحطي لي كريم بليز؟ نزلي. اوكي بعد شوي بزياده. يعني بدي ارجع اذكر المشاهدين شو عملنا. اول شيء لكينا حطينا شوية زيت، من بعد الزيت حطينا اللحمة، حطينا لها البهارات اللي هي البابريكا، حطينا الماسترد، حطينا ملح، خلطناهم شوي قلبناهم. جانا بعدين حطينا البصل، الفليفلة الخضراء والحمراء، والشامبينيون، وكمان قلبناهم. رجعنا زدنا الطحين، كمان قلبناهم حتى لي راح لونه للطحين. حفظتي مظبوط. رجعنا زدنا من بعد الطحين حطينا بهار. بهار شوي. بهار شوي. ورجعنا زدنا الكريم. مظبوط. الكريم اخر شيء. الكريم اخر شيء. وهلا عم نعمل الرز وبنخلي، فانتوا رح تكونوا قدها وتحضروا شو الطبخه. كان قدها محمد بمساعدتك. إيه؟ بس عن جد تعبتي. طب بدك تجيبي اربع اولاد. الحق على الشيف. الاربع اولاد ما خلاني. هو ما خلاني. بدهم يتغذوا. ما هو بتعرف شو قال لي الشيف؟ قال لي انت لاحقه بعدين. لاحقه بعدين توقفي بالمطبخ وتطبخي. توقع. ايه ف توقع انه قد ايه تعذبتي. انا التقيتك بحدا البريس كونفرنس لعشرة عبيد صغار، يمكن الشيف شادي كان هيك شوي افان جارديست. ايه؟ وتوقع انه قد ايه تعذبتي على البوت ونقلوكي بالصليب الاحمر. ايه؟ عرفت صح؟ ما تذكرني. ما تذكرني وقتها كنت عم صور اربع مشاهد بعتقد. وكان بعد عندي لقطة ما قدرت صورها لأنه قد ما قلبت نفسي وصار اللي صار معي، يعني أشط بالأرض، أشط بالأرض وراح الملح وراح المي من جسمي وأخذوني رحت على المستشفى. كتر خير الله اللي قطعت على هيك يعني. ورجعت صورت على فكرة من بعد ما رجعت من المستشفى. زقفة لإلك. ثانك يو على عطائك. اكيد فينا نشوف رقم التليفون على 0464 فيكم تتصلوا. هالمره بنشره انت قدها. شو الغلط بالخبريه؟ كله راح بيكون بنشره انت قدها.
مباشرة على الهواء رح بنشوف الأوتوكيو عم بفوت بالستوديو، عم بفوت بجوات الستوديو مع كرم وريان اللي بتقول لهم تحية كتير كبيرة، وزميلتي بريجيت ياغي رح تتولى مهمة إنها تقرأ نشرة أخبار أنت قدها، نشرة متعلقة فيها مباشرة، وعليكم تعرفوا شو الغلط بالخبرية. النشرة لإلك والهواء لإلك بريجيت ياغي. بلش. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم على نشرة انت قدها. رح خبركم عني، خلقت ببيت فني، والدي هو الفنان عبدو ياغي، بعمر ال 14 سنة شاركت ببرنامج احلى اغاني زمان، وبعمر ال 16 سنة شاركت ببرنامج سوبر ستار، وهون كانت الانطلاقة من اغنياتي من اول يوم، لولا حبك، سيبلك قلبي، هما يومين، بتوهم قلبي وعمري. تخصصت بالجامعة تمثيل وإخراج بكلية الفنون، أول مسلسل شاركت فيه هو شيء من القوة من بعض صبايا بالجزء الرابع من كل قلبي وعشرة عبيد صغار. سينمائيا شاركت بفيلم بحر النجوم. هالسنة رح أرجع أشترك مرة تانية بـ Dancing with the Stars. نشرة الإخبارية انتهت، تصبحوا على ألف خير. بريجيت هل يا ترى رح بتشارك بهالموسم الجديد ايضا من اللي بحق لها؟ ما بعرف، ما فيك عبالك بتعيديها؟ تجربة حلوة. تنعاد؟ متعبة كانت؟ كثير متعبة كثير، يعني كل يوم تمرين 4-5 ساعات، وبعدين في تعب جسدي ونفسي. بس قديش عادتك انت بيؤخذ عليك انك انت خجولة شوي على المسرح، شفناك مؤخرا كمان بتكريم صباح مع المنزل. خجولة على المسرح بالرقص ايه، بس لما اكون عم غني لا. لا اكيد، قصدي انه كان عندك يعني يمكن عادتك شوي هيك افق جديد انك يمكن تستخدم بعض الحركات على المسرح ودانس. اكيد يعني هلا انا اجمالا على المسرح ما كثير بحب اتحرك يعني، بس مع صباح كنت بتكريم الشعوره كنت مرتاحه ومبسوطه مع الاغنيه كمان، حسب الاغنيه وحسب هو الريتم تبع الاغنيه يعني، وبحب عيشها للاغنيه انا عم غنيها، وكنت كثير مبسوطه وقتها بتكريم صبوحه الله يطولنا بعمرنا يا رب، مبسوطه كثير، والاغاني اللي كنت عم غنيهم مهضومين وقريبين كثير للقلب، بحبهم كانت بحبهم كثير. طبعا هذا الشيء بين من عيونك وبطريقه ادائك للاغنيه. مين عرف شو الغلط بالخبريه على 0464 وبنقول الو. الو، مساء الخير، مين معي؟ معك مهند. مهند، من وين عم تحكينا؟ وطي صوت التلفزيون، بحكيك من خلدي. تحياتنا لاهالي خلدي، وطي لنا صوت التلفزيون، وانت قدها يا مهند؟ ايه ان شاء الله قدها. يلا توب كاونتر، شو الغلط بنشره انت قدها لليوم مع بريجيت ياغي؟ طيب ساعدنا شوي. يلا ما قلنا لك حترقص بدانسينج وذ ستارز بالموسم الثالث؟ لا ما حترقص. مبروك، يلا الف مبروك لك. لرويال بيقدم لك جائزة. بدي اطلب اكيد من كرم يعطي اكيد ضيفتنا اليوم هالجائزة القيمة من في اوردالي دونا، يلي عم تحرص على طول انه نطل باحلى طلة على مشاهدي شاشة الام تي في، وعم بتقدم لكم هيك هدية رمزية. اما انتم مشاهدينا ما تنسوا اكيد فيكم تابعونا بكره بنفس التوقيت، وما تنسوا تصوتوا على احتمالات تشوف بكره على ار 1 فيكم تصوتوا لراغدة شلهوب، على ار 2 فيكم تصوتوا ايضا لنجم النجمات 10 عبيد صغار ريتا حرب على ار 3، وعلى ار 2 ريتا حايك، وعلى ار 4 تقلا شمعون. انا بنصحكم صوتوا على ار 3. شكرا لك بريجيت. ميرسي لك، ميرسي للام تي في، ميرسي لفيوردالي دونا على هالكادو. شكرا لحضورك معنا. ميرسي لكل الموجودين، ورمضان كريم يا رب. الله اكرم. مشاهدينا ما تنسوا تتابعونا بكره بنفس التوقيت على شاشه الام تي في ببرنامج اللعب والربح الاول على شاشه الام تي في. انت قاعد تتابعونا بكره، باي.